بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي يشرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. صباح الخير يا حكمة، وكل عام وأنت بخير، وكل عام وحضراتكم بخير مشاهدينا الكرام. صباح الخير يا محمد، وصباح الخير على كل مصر وكل الشعب العربي. يوم جديد من أيام مصرنا الحبيبة، ولكن بطابع العزة والشرف والنصر، ربما ليس لمصر فقط ولكن للشعوب العربية بأكملها. يوم ردت فيه الكرامة للشعب العربي أجمع، إذن فهو يوم رد الكرامة، ذكرى عاطرة احتفلنا ونحتفل وسوف نحتفل بها دوما على مر العصور لتذكرة الأجيال جيل بعد جيل بهذا النصر العظيم وبجيشه العظيم وأيضا وحدته مع شعبه العظيم. يوم النصر 73 أكتوبر المجيدة، إذن هي لحظة تاريخية غيرت الواقع وشكلت المستقبل في مصر، وليس في مصر فقط ولكن أيضا في الوطن العربي، بعد أن استعادت مصر كرامتها وهيبتها من خلال هذه الحرب والمعركة المهمة التي انتصرت فيها مصر، وهي حرب أكتوبر عام 1973. بعد مرور أكثر من 51 عاما على هذه الحرب التي نحتفل بذكرها اليوم، ما أحوجنا أن نستلهم من روح أكتوبر جميع المعاني المهمة، خاصة المعنى الذي يحمل الأهمية الكبرى وهو الصبر. الصبر الذي قام به المصريون خلال المرحلة، مرحلة ما بعد النكسة، مرحلة ما بعد عام 67، مرحلة استنزاف، وهي الحرب الأكثر أهمية، استنزاف طاقات العدو التي هيأت وشكلت بشكل كبير معنى الصبر لدى المصريين، نتيجة اليقين الذي كان يحملونه في صدورهم وثقتهم في القوات المسلحة التي كان يعد الشعب المصري ظهيرا لها في هذه المرحلة، وأيضا القوات المسلحة كانت ظهيرا قويا للشعب المصري. من خلال هذا التماسك والتكاتف فيما بين الشعب المصري وبين قواته المسلحة ككتلة صلبة واحدة، استطاعت مصر أن تعبر هذه الأزمة من خلال حرب أكتوبر المجيدة ونصر أكتوبر الذي نستلهم منه العبر الآن، وتدرس كل ما يتعلق به من أمور تكتيكية وعسكرية، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بقوة وثبات المصريين ووحدتهم خلف قيادتهم السياسية من أجل الوصول إلى النصر. يعني تحدثت عن نقطة مهمة جدا، وهو وقوف الشعب المصري وراء جيشه في المحن وفي الأزمات. حرب أكتوبر يعني نموذج حي لقدرة هذا الشعب على اجتياز المستحيل، وشاهد أصيل على أن هذه الأرض المصرية غالية على كل نفس مصرية تعيش على أرضها، وشاهد أيضا على مصير كل من تسول إليه نفسه من أو المساس بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي. يعني ربما كان العدو يا محمد أكثر عدة وعتاد، ولكن بإرادة المصريين وبالإيمان سبحان الله وتعالى، يعني كانت القدرة في اجتياز كل هذه المهام الصعبة التي كان يقوم بها الجيش المصري والقوات المسلحة بأكملها. لحظة فارقة في عمر الوطن ولحظة فارقة في عمر مصر أيضا والشرق الأوسط بوجه عام، بعد أن استطاعت هذه المعركة وهذا النصر المؤزر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى مصر كرامتها وهيبتها، أيضا عاد الدور السياسي إلى مصر إلى الواجهة، القدرات العسكرية وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية كان له انعكاسه الإيجابي على النصر في هذه المرحلة، إضافة إلى الدروس التي استلهمناها فيما بعد نكسة 67 من خلال الإعداد الجيد بشكل عالي التقنية، وأيضا الكفاءة لدى القوات المسلحة المصرية من الضباط والجنود والصف. أيضا دعونا نتذكر هنا الدور الذي قامت به القوات الجوية، ونحن نحتفل بعيد القوات الجوية في الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، معركة المنصورة. لا أحد منا ينسى معركة المنصورة، لم نحضر هذه الحرب، ولكن كما نعمل نحن ونقوم الآن بنقل هذه الرسالة إلى حضراتكم، كانت أجيال سابقة تقوم بنقل هذه الرسالة إلينا، فتعلمنا من معركة المنصورة الكثير، كيف استطاع أهالي هذه المحافظة وأهالي الدلتا حينما قامت القوات الإسرائيلية المعتدية أن تقوم بالنيل من قواتنا الجوية في هذه الفترة، استطاع رجال القوات الجوية في التصدي لهم 120 طائرة فانتوم وسكاي هوك
متطورة كانت تحاول أن تنال من قدرات قواتنا الجوية، ولكن لم تستطيع أن تنال منها ب 62 طائرة فقط على ما أعتقد. قامت القوات المسلحة المصرية والقوات الجوية بالتصدي لهم ودحرهم جميعا وإسقاط 18 طائرة في هذا الإطار، ما أدى إلى عودة أسراب الطائرات هذه التابعة للعدو مرة أخرى إلى أماكنها مدحورة. إذن يا محمد، يعني 6 أكتوبر ليس بيوم واحد وتاريخ واحد فقط في أيام السنة، ولكن على مدار الأجيال وعلى مدار السنين سوف وتستمر أو يستمر هذا التاريخ ليدرس على مدى الأجيال. نصر أكتوبر ونصر 51 لهذا النصر العظيم وأكتوبر المجيدة والندوة الثقافية رقم 40 للقوات المسلحة. تحية لحضراتكم ولقواتنا المسلحة المصرية.